معي على الهاتف سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر سابقا. مساء الخير سيادة اللواء. نور، اهلا وسهلا يا فندم. تعليقك على اليوم الثالث، 3 أيام من العمليات، ممكن نستخلص منهم ايه؟ هو بداية طبعا برضو احنا لازم نوضح حاجة، ان البيان الاولاني الاول ده بيان استراتيجي بكلمة شامل واستراتيجي لهم دلالة. ما باقي الثلاث بيانات اللي طلعت بعد منه بتفسر تنفيذ العمليات بيتم ازاي. فالبيان الاولاني ده مختلف عن اي بيانات سابقة. كان بيانات السابقة كلها دمرنا، صدينا، ابطلنا، احبطنا، لكن المرة دي انت بتقولي هعمل. فبالتالي البيان بيشمل على حاجتين كده اساسيتين، اللي هو المكان والقوات. في بعض كلمة شاملة واستراتيجي. فالمكان هو المسارح الخمسة بتوع مصر: مسرح الشمال الشرقي اللي هو في سيناء، المسرح الشمالي اللي هو ساحل البحر الابيض المتوسط، المسرح الغربي وهو الحدود مع ليبيا، المسرح الجنوبي وهو الحدود مع السودان، المسرح الشرقي وهو البحر الاحمر. طيب، والقوات او الامكانيات المستخدمه اللي هي كلمه شامله، هي معناها ان انا بستخدم كل عناصر القوات المسلحه بالكامل، افرعها بتاعتها والقوات البريه بافرعها كلها، مضاف اليها قوة الشرطة، وده أول مرة بتذكر معانا في مهام مشتركة، بالإضافة إلى الأجدد بقى في البيان كله، في البيانات أي بيانات سابقة أو أي فكر آخر، وهو الشعب. مطالبنا من الشعب لدعم القوات المسلحة، وهو مخصصة به له المعلومات، لأنك هتشوف في البيانات التالية آثار هذه الكلمة. فلما نيجي نشوف بقى تنفيذ العملية من أول يوم، هتلاقي إنها كما المعتاد في أي عمليات عسكرية، اول ما ببدا اضرب العدو بتاعي بضرب التحصينات بتاعته ومناطق الشؤون الاداريه. فالنهارده انت ضربتي مناطق التخزين في اول طلعات الجوال اللي تمت، ضرب المخازن والمستودعات بتاعته كانت تطلق عليها، ينفع تتقال عليها مستودع، او مناطق الايواء بتاعته وبعض التمركزات اللي كانت معلومه بالنسبه للقوات اللي هتهاجم. فده كان اللي هو التمهيد بالطيران. ثم بدأتي بعد كده تستخدمي كل القوات على الارض في طبقا للمخطط. النهارده في اخر بيان ورالك ازاي انا بستخدم المسرح عامات الشمالي اللي هو الساحلي في التامين والتمشيط، لان ساحل العريش كله كان شاطئ كبير وكان مهجور، وما كانش حد عايز يعلن فيه ملكيته فين وكلام زي كده، كان مشاكله كتير. فانت النهارده نزلت من المسترال اللانشات الابرار البري، وطلعت من الساحل مباشرة على البناطق دي لتمشيطها وتطهيرها.